ظاهرة. صح برافو. في كلمات هنا اتكررت مرتين وفي كلمات اتكررت ثلاث مرات، ايه الكلمة اللي اتكررت مرتين؟ هدهد. صح. وايه كمان؟ اللي هي ايه؟ ايوه صح برافو عليك. وايه كمان؟ برافو شاطر. طب وايه الكلمه اللي قررت مرتين؟ ثلاثه. دول اللي قرروا مرتين، ايه اللي قررت ثلاث مرات؟ لا دي ضفدع قررت مرتين بس، لكن دي قررت ثلاث مرات. دي ايه؟ اسمها ايه؟ الظرف. ايه؟ الظرف. شاطر. وايه كمان قررت ثلاث مرات؟ الذئب. وبعد ما شفنا الفيديو رجعنا لكم تاني بعد الفاصل مع الأستاذة فاتن النحال وأخصائي صعوبات تعلم ومدرب معتمد. أهلا وسهلا. أهلا بحضرتك. ومعانا الأستاذة يسرى المسلمي أخصائي تربية خاصة. أهلا بحضرتك. أهلا بحضرتك يا فندم. النهاردة بيكلمونا عن برنامج تدريبي للأطفال وذوي صعوبات التعلم. في البداية خلينا نعرف إيه هي صعوبات التعلم. صعوبات التعلم هو طفل معامل ذكائه طبيعي، بيعاني من خلل بسيط في مركز المخ بيؤدي لان هو يبتدي يبقى عنده صعوبه في ماده من المواد التعليميه، سواء انها كانت اللغه العربيه او انها كانت الرياضيات. هنلاقي الطفل ده في الرياضيات متفوق وفي اللغه العربيه عنده صعوبه شديده في الهجاء او في القراءه في الاملاء في الكتابة، بينما أنه ممكن أو يكون في الرياضيات شاطر جدا أو في العربي شاطر جدا، وفي الحساب ما بيعرفش يحسب، ما بيعرفش يحفظ جدول الضرب، ما بيعرفش يحل المشكلات. فبالتالي بنبتدي أن احنا نعمل له برامج خاصة بيه وطرق تدريبية خاصة بيه علشان نقدر أن احنا نواجه المشكلة اللي ظهرت عند الطفل ده. ده البرنامج اللي انتوا بتقدموه اللي هو لذوي صعوبات التعلم. والله طيب. هو البرنامج ده بدايه لان احنا نقدر نواجه المشكله دي. تمام. طيب انا يعني ابدا ازاي اعرف ان انا ابني عنده صعوبات تعلم؟ اولا هل بيكتشفوها في المدرسه او ما يدخل في المدرسه، ولا انا ممكن كأم اكتشفها قبليها؟ بصي، هو في دلالات بتبقى ظاهره من بدايه وجود الطفل في البيت انه ممكن الطفل ده يبقى عنده مشكله في صعوبات التعلم. الطفل ده دايما بينسى، الطفل ده دايما بيسمع الاوامر وما ينفذهاش، الطفل ده دايما بيفقد الاشياء بتاعته، الطفل ده دايما عنده مشكله في انه ينتبه لكل الاوامر اللي بتتقال له او ينفذ المهمه بتاعته لاخرها. فبالتالي بتبتدي الام تلاحظ ان الطفل ده مش زي اخوه، مش زي ابن عمه، فبتدي المفروض انها تبتدي تتابع ده وتبتدي انها تروح للمختصين عشان تبتدي تشوف هل الطفل ده فعلا عنده مشكله حقيقيه المفروض انها تتابعها او لا. طبعا برضو لو الام مثلا شايفه ان ده دلع من ابنها او شايفه ان ده عادي بالنسبه للطفل، هنلاقي ان مدرسه الكيجيهات، يعني انا بطار يعني بحب ان مدرسه الكيجيهات او مدرسه الكيجيهات تبقى عندها نفس الرؤيه انها تتابع الطفل وتشوفه هل هو زي بقيه زمايله ولا دايما سرحان، دايما مش واخد باله من حاجته، دايما مش منتبه للي هي بتقوله في الفصل. فتبتدي انها توجه الام انها لازم تشوف الطفل ده بيعاني من مشكله ايه. وبعد كده نبتدي نقول ان احنا هنعمل مقياس ذكاء. المقياس الذكاء ده هيبتدي يطلع لي ان الطفل نورمال، وبعد كده يبتدي يقول لي لا هو عنده دلالات بتقول ان هو ممكن يكون عنده صعوبات تعلم، فابتدي ان انا اتجه ان انا اعمل له اختبارات استدلاليه ومقاييس متخصصه لصعوبات التعلم. ده اللي هي بتوجه الكلام ده الام ولا مدرسه الكيجيهات؟ لا، مدرسه الكيجيهات. مدرسه الكيجيهات هي اللي لازم يبقى عندها الوعي الكافي انها تقدر توجه الام ايه اللي المفروض تعمله. تمام. طيب أستاذة يسرى، احنا عايزين ايه هو برنامج تدريب صعوبات التعلم؟ هو برنامج تدخل مبكر لعلاج صعوبات التعلم، بندخل بيها للجانب الخفي لصعوبات التعلم. صعوبات التعلم الجانب الظاهر منها الاكاديمي اللي ظهر في الفصل،
من تدني مستوى التحصيل الدراسي. طيب ايه الجانب الخفي؟ المهارات النمائيه اللي تسبب فيها التلف اللي حادث في المخ. التلف مش واسع، مش كبير لدرجه انه فقد قدراته العقليه، لا التلف بسيط جدا اثر على المعالجه او قصور بسيط في العمليات العقليه المعرفيه. البرنامج عندي بيشتغل على المهارات النمائيه اللي هي الانتباه والادراك والذاكره، ودي المهارات الاوليه المتسببه. ده الكتاب. الكتاب فيه ده اول كتاب معانا، الانتباه البصري. المهارات متكونه من 121 مهاره. اول مهارات معانا بتشرح اسم المهاره ايه، ايه هو الهدف العام من المهاره، الاهداف الاجرائيه، ايه هي الادوات المستخدمه اللي بنشتغل عليها في المهارات، لان البرنامج ده موجه اصلا لاولياء الامور ان هم يعرفوا يشتغلوا عليه. وبعدين ازاي اعمل اختبار قبلي لكل مهاره، وكمان شرح كل المهاره ازاي اشتغل بيها باللغه العاميه مش باللغه المعقده بتاعه الاخصائيين، عشان انا بخاطب اولياء الامور ان هم لو اشتروا يقدروا يشتغلوا مع اولادهم في البيت بشغل مبسط. كل الادوات موجود صورها بشكل بسيط عشان اقدر اشتغل عليها. يعني ده الكتاب اللي انت بتقدموه لولي الامر ولا ده بيبقى في المدرسه؟ لا، عشان برضو ان الساده المشاهدين يبقوا فاهمين. تمام. ده ايه دوت؟ انا برشد وبعمل اختبارات بكتشف ان الطفل عنده صعوبات تعلم ناتجه عن تلف في المخ. تمام عشان في تشخيصات دخيله. تمام. بطيء التعلم ناتج عن انخفاض الذكاء مثلا. او تاخر دراسي، ما عندوش اي عطل في المخ، ما عندوش اي مشكله في الذكاء، بس عنده مشاكل في البيت اسريه اثرت عليه. لا، انا بستبعد كل العينات دي كلها. تمام. طلع عندي صعوبات التعلم بيور، بشتغل عليه على المهارات النمائيه اللي هي عندها ناتجه عن عطل في المخ. زي العضله مثلا ضعيفه في ايدي، بشتغل عليها عشان اخليها قويه. هي دي المهارات اللي انا بشتغل عليها عشان ادي مردود للجانب الاكاديمي. عندي مثال مثلا طفل عنده مشكله في ابدال الحروف في القراءه او في الكتابه. دي مشكله هتلاقيها كتير قوي في صعوبات التعلم، وهو بيقرا بيبدل الحروف، وكذلك هو بيتملاها، وكذلك هو بيكتبها. طيب انا عندي هنا هعالجها من الناحيه الادراكيه، ان انا هشتغل على الادراك المكاني للاصوات، تحديد مكان الصوت، ده هيرميلي في الجانب الاكاديمي. والانتباه السمعي كذلك. وعندي الذاكره المكانيه بتاكد على ده. طب انا كده اشتغلت في كل النواحي النمائيه وقدمت المعلومه بشكل مبسط وبسيط للطفل، سواء في كيجي او في المراحل الاساسيه الاولى، الصفوف الاولى من التدريس. الطفل محتاج تبسيط المعلومه، البيئه المدرسيه مش مناسبه للطفل صعوبات التعلم، كلها مثيرات سواء سمعيه او بصريه. لا، انا باخده لوحدي في تدريب فردي بمجسمات بادوات بسيطه، ولي الامر بيشوفها في البدايه انها لعب. انا ممكن اجيب له اللعب دي واشتغل بيها انا في البيت. لا، اللعب دي اسمها لعب تعليمي، لعب علاجي، مش مجرد انها لعبه ترفيهي. لا، ليها اسس وليها اهداف انا بشتغل عليها. وليها مده تدريبيه. بس تمام. احنا معانا الاستاذه فاتن. طيب ليه البرنامج ده سميتوه تدخل مبكر؟ والله حضرتك، لان المفروض ان احنا صعوبات التعلم عند تشخيصها بتبتدي في سن 7 سنين. يعني احنا لما بنقول احنا عايزين نشخص طفل صعوبات تعلم ونثبت ان هو عنده صعوبات تعلم، لازم يكون الطفل ده تخطى 7 سنين. فهتلاقي ان احنا نبتدي نقول ان الطفل والدته او الاسره بتاعته في البيت او حتى المدرسين بيبتدوا يشتكوا منه وهو في ثالثه ورابعه ابتدائي. ده الطفل وصل لسنه ثالثه ولسه ما يعرفش الحروف من بعضها، لسه ما بيعرفش يتهجى، لسه ما بيعرفش يكتب، ده ما بيعرفش يحفظ جدول الضرب. فتبتدي تشتكي وتبتدي تدور على الاسباب ايه. لا، انا بقول بقى احنا هنبتدي نرصد الاطفال دول بالدلالات بتاعتهم من الكيجيهات. فاقوم انا حد من المشكله ومن ظهورها في الصف الثالث والرابع الابتدائي، لان بتبقى كل ما كان الطفل اصغر كل ما كان تعديل المشاكل اللي موجوده عنده نمائيا اسهل، لان عاده المشاكل النمائيه بتظهر في السنين الاولى من عمر الطفل، من 3 سنين لحد 6 سنين. اقدر ان انا البرنامج ده يكون مناسب جدا للطفل وقدراته، واقدر انمي بيها القدرات في الانتباه والانتباه البصري والانتباه السمعي والادراك المكاني والادراك البصري والادراك السمعي، وكمان في الذاكره، الذاكرة السمعية والذاكرة البصرية. بماتيريال بسيط، بأدوات بسيطة موجودة كلنا عندنا في البيوت. الأدوات دي أصلا أطفالنا بيلعبوا بيها، بس بيلعبوا بشكل عشوائي. فإحنا حبينا إن إحنا نبقى في الطفل اللي عنده صعوبات تعلم نقرب له الموضوع. إحنا بنلعب كونكت فور،
كل البيوت بيلعبوا كونكت فور، لكن انا بلعب كونكت فور وانا حاطه هدف قدامي ان انا هعلمه ازاي ان هو يتتبع الكوينز دي، ازاي ان هو يتتبعها بنمط معين بعدد معين، ازاي ان هو يحط لون جنب لون، فيبقى انا كده بعمل له ادراك مكاني للاشياء وانتباه بصري لكل كوينز حاطه، يبقى انا حاطه هدف اصلا عشان كده بلعب بيه مع الطفل. لو انا برضو بطلب من الطفل ان هو يكون بالمكعبات اشكال، فانا حاطه في هدفي ان التكوين ده انا بعد كده لما اقول له اكتب الحرف بالطريقه الفلانيه يبقى هو عارف ان هو هيتتبع نفس الشكل اللي كنا بنتتبعه في المكعبات. لو قلنا مثلا ان احنا هنمشي جوه متاهه، المتاهه دي ادراك بصري مكاني، فهو مشيه الطفل بالقلم جوه المتاهه هتعلمه بعد كده لما اقول له يكتب الحرف يكتبه على السطر ويكتبه مظبوط ويكتبه بدقه، ده زي ما احنا شفنا في الفيديو تمام. فده بيتسهل كتير قوي على اطفال صعوبات التعلم العمليه التعليميه، وبتخلي الطفل اللي وصل لحد ثالثه ابتدائي مش عارف يقرا اسمه يعني لا يا استاذه فاتن اتفضلي. ده احنا نبدا مع الطفل من سن كام؟ ان احنا نعمل متاهه ومكعبات والحاجات لا دي؟ هو طبعا احنا عاملين في البرنامج البرنامج متدرج، فانا عامله سهل ومتوسط وصعب تمام. وبنعمل اختبار مدخلي في البرنامج لما بيجي لي الطفل في العياده الخارجيه، وانا هطبق عليه البرنامج بعد ما عملنا كل الفحوصات اللي بتقول الطفل ده طفل صعوبات تعلم، ببتدي ان انا اعمل له تقييم قبلي لكل مهاره من المهارات واشوف هو واقف فين. افرضي ان هو اصلا اوريدي بيعرف يعمل المهاره دي يبقى انا مش هعلمها له، لكن ممكن احط له اهداف ثانيه اصعب من اللي هو بيعرفها، او هو مش عارف اصلا يعمل المهاره دي ببتدي ان انا اعلمها له. احنا حاطين جوه الكتب نماذج من الادوات ومن المهارات المفروض تتعمل، لكن عندنا بقى في المكتب بيبقى عندنا العديد من المهارات. عاده بنستخدم قلم السبوره الاطفال كلهم بيحبوه، بستخدم ورق مقوى بحيث ان هو يلون ويمسح تاني ويستخدمه ويمسح تاني، بيفرح بينبسط بيعتبر ان الموضوع سهل وبسيط، بيبقى حابب العمليه التعليميه. حتى لو انا جيت بعد كده الزمه بقطعه يقراها او قطعه يتملاها، طبعا في السنين الاكبر من سن الكيجيهات انا بتكلم بقى في ثانيه وثالثه ابتدائي، بيبقى مستمتع جدا لان هو عارف ان احنا بعد كده هنلعب، او ان هو عارف ان هو هيلعب اللعبه دي وبعد كده يعمل الواجب الادائي بتاعي. طبعا بدي توجيهات للام وارشاد اسري، دي حاجه مهمه جدا. الام هي المدرس الاول لابنها، يعني انا في تصميم البرنامج انا واستاذه يسرى قصدنا ان احنا نعمله بشكل تقدر كل وليه امر تمسك الكتاب تعرف تقراه، تعرف المهاره بتتنفذ ازاي، تعرف توقيتها ايه، تعرف اهدافها ايه، وتبتدي من خلال المهارات دي تنفذ، فتبتدي تبقى هي المدرس الاول لابنها. ايوه انا بيبقى عندي الخطه، لكن هي تقدر تتبع من خلال البرنامج المفروض ان هي تطبقه. انا بقعد مع الطفل ساعه، لكن هي بتقعد معاه ساعتين ثلاثه في البيت. تمام. استاذه يسرى، ايه عواقب ان احنا ما نتدخلش مبكر في صعوبات التعلم؟ تمام. العواقب اللي هتحصل لو انا ما اتدخلش دخل مبكر في تنميه المهارات النمائيه اللي هتحسن الجانب الاكاديمي عندي، هتحصل فجوه تعليميه. انا عندي المراحل التطور الطبيعي في التعليم، في عمر تعليمي مرحله الكيجي تعلم الحروف في بدايه القراءه وهكذا في التدرج الطبيعي للتعليم لحد ما اوصل للصفوف العليا. الطفل صعوبات التعلم لو ما حصلش تدخل مبكر هيوصل مثلا الصف ثالث ابتدائي ومستواه في مرحله تعرف الحروف لسه بيبدل اتجاه الحرف، لسه مش عارف يتملى كويس، فبالتالي الفجوه التعليميه هتزيد. هيبقى من الصعب لو انا اشتغلت معاه متاخر ان هو يلحق زمايله. تمام. عندي عواقب ثانيه، عواقب سلوكيه، يا اما هيعاني من في الفصل من حاله انسحاب ان هو هينسحب في الفصل مش هيقدر يكلم زمايله، هيتجنب المواقف التعليميه تماما، هيتجنب المشاركه مع زمايله، هيعاني في البيت من معامله الوالديه السيئه، انت فاشل انت خايب انت مصغرنا وهكذا زي ما بنسمع. ايوه. يا اما هيواجه ده بسلوكه عدواني عنيف جدا لزمايله، هكسر وهقطع لكم حاجاتكم مش انتوا بس الشاطرين، طب انا هقطع لكم وهكذا. يبدا الطفل ان هو يتحول طبعا يبقى حد تاني طبعا، لكن احنا 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 لازم نتدخل من سن كام تاني برضو عشان الام تدخل المبكر للوقايه. انا صعوبات التعلم دي معايا هفضل اشتغل في الاجازه وفي الدراسه مش هقطع. تمام. لان التلف اللي في المخ مش هيتعالج بسهوله، انا بفضل ادرب وامرن عشان احسنه سواء في الانتباه
في الادراك، في الذاكره. اللي عنده مشكله في الذاكره، طفل صعوبات التعلم مش عنده مشكله في ده كله، في الانتباه والادراك والذاكره مع بعض، لا ده كده دخلنا في الاعاقه العقليه. انا عندي مشكله في واحده بس او اتنين، عندي مشكله في الانتباه فبالتالي مش هفهم، فبالتالي مش هخزن في الذاكره، او عندي انتباه وفهمت بس مش قادره استدعي المعلومات في الوقت المناسب او في الموقف الاختباري المناسب لاستدعائها. طيب انا هشتغل على الحاجات دي من سن كي جي 1. لو انا اكتشفت الطفل بدري، الام هي اللي بتكتشف في البيت وتدي مؤشرات ودلالات، ده مش زي اخوه، ده مش زي والدته، وكمان بتنبه الاسره، بتنبه المدرسه، والمدرسه بتبتدي تلاحظ في الفصل، وهما الاثنين بيتعاونوا مع بعض. تمام. طيب في ثواني كده تقولي لنا للام ازاي اعرف ابني ان هو عنده صعوبات تعلم؟ ازاي استاذه فاتن؟ اتفضلي يا استاذه فاتن. الطفل في السنين الاولى، انا عايزه كل ام هتلاحظ، انا مش بقول ان كل الاطفال المتاخرين لغويا هيبقوا صعوبات تعلم، لكن العديد منهم تاخر في اللغه لحد سن سنتين ونص ثلاثه، فاتاخر في النطق الكلام يعني يعني احنا عندنا يعني ما يقولش ماما، ما يقولش بابا، لا بيقول كلمات مفرده، لكن لما يجي عند المفروض ان انا عندي ثلاث سنين اقول جمله من ثلاث كلمات، هو ما وصلش للمرحله دي، هو ما زال بيقول كلمات مفرده، ده احنا بنسميه تاخر لغوي. هذا الطفل طب لو قال الكلام مع يعني بالعكس، لا ما هو بيقول الكلام بالعكس، هو كل الاطفال ممكن تحصل، لكن انا بتكلم على انه ما عرفش يكون جمله، ما عرفش يعبر عن نفسه، ما عرفش يحكي لها ايه اللي بيحصل له، مش عارف يقول حوار على بعضه. دي ممكن تكون دلاله، فهنعتبرها دي من الدلالات. الطفل ده دايما سرحان، دايما مهمل، دايما حاجته بتضيع، ما بيعرفش يحافظ عليها. دايما ما بيعرفش يحمي نفسه، دايما لما تنادي عليه اكنه مستمعها، فتقول ده الطفل ده مطنش، بس هو مش مطنش ولا حاجه، هو فعلا مش مستوعب. ممكن تكون بتكلمه في حاجه فما يعرفش ينفذ اللي هي قالته، ما يعرفش يؤدي مهمه من الاول للاخر لوحده، لو هو يعمل لنفسه اي حاجه مش هيعرف يكملها، ودايما محتاج مساعده الاخرين، دايما معتمد على الاخرين ان هم يساعدوه. ايه كمان؟ هو احنا وقتنا طبعا احنا محتاجين نتكلم في الموضوع ده، هو الموضوع اكتر كبير من كده. انا بس عايزه الفت نظر حضرتك لحاجه، ان صعوبات التعلم حاجه ممتده، حاجه ما بتخفش، فاحنا بنحاول نعمل لها وقايه من خلال التدريب. يعني ده اللي احنا عايزين نقوله لكل اولياء الامور، ان هي ما هياش حاجه كبيره قوي لكن ليها حلول، فلازم ان احنا نبتدي ان احنا نتوجه ان احنا نحاول نحلها ونتدخل بدري، لكن في نفس الوقت هي حاجه ممتده، مش ان احنا بنعمل البرنامج ده فهتخف، لا احنا بنعمل البرنامج ده عشان نعمل له خط حياه يمشي عليه، وبعد كده يبقى عنده وقايه من احنا بنشكر حضرتك جدا. وطبعا كلامنا عن صعوبات التعلم هيبقى في حلقات بإذن إن شاء الله. الله. كان معنا الأستاذة فاتن النحال أخصائي صعوبات تعلم ومدرب معتمد، والأستاذة يسرى المسلمي أخصائي تربية خاصة. شكرا جدا ليكم، أنا مبسوطة جدا أن أنتم كنتوا معي النهاردة، وإن شاء الله أشوفكم تاني في حلقة تاني ونتكلم عن مواضيع أكتر. أشوفكم على خير في حلقة جديدة إن شاء الله، مواضيع جديدة. مع السلامة.